في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. شخصية النهاردة شخصية بتعشق الصراعات والفتن، سعادته في توقيع الناس في بعضها، وبهجته وفرحته الكبيرة في خصم لزميله أو إحراج لزميلته أو دق إسفين من رئيسه في الشغل وبين أي حد تاني في الشركة. الزنباجي دايما بيعيش بمبدأ فرق تسد، ما بيحققش أي إنجاز ولا بيشعر إنه متميز وشخص مهم إلا بعد ما يفرق الجماعات ويهدم اللذات. وعادة بيكون شخص ذكي وشاطر جدا في اختراع الزومبا وتظبيطها علشان ايه يحقق هدفه. يعني هيجي لك يقول لك على فكره انا عايزك تاخد بالك من زميلنا محسن، هو احمد حبيبك قوي اليومين دول، بس مش لوجه. لا على فكره انا حاسس ان في حاجه بيدبرها لك عند المدير، وللامانه بقى انا ما سمعتش حاجه مؤكده، بس كذا مره كده اسمع اسمك في كلامهم، واول ما ادخل عليهم يسكتوا. لاحظوا انه ما قالش معلومه، بس ايه ضرب الزومبا ولعها بمنتهى البراءه وقال ايه انا مش متاكد من حاجه. اللي زي ده يا ساده هم اللي بيهدوها ويقعدوا على تلها، هم اللي بيخربوا البيوت العمرانه، وهي مثلا الصحبه اللي بتعمل نفسها حبيبه صاحبتها الانتيم، ها، وتكون في الاخر هي سبب طلاقها من جوزها. هم دول سبب الفرقه والخلاف بين اي شله واصحاب او زملاء في مدرسه او جامعه، ودول بقى أكتر ناس محتاجين لعلاج نفسي، عايزين مصحة نفسية كبيرة نحطهم كلهم فيها، مع إنهم للأسف ما بيعترفوش إنهم مرضى، لكن بيعتقدوا إنهم قال إيه مصلحين اجتماعيين. لا لا لا، أنا كل اللي يهمني مصلحتك والله، ده أنت حبيبي وخايف عليك. محسن ده عينيه على منصبك ومش هيرتاح إلا لما يطيرك، مش عارف ليه يا أخي، مع إنك خدمته كتير والله. سبحان الله في طبعه البني آدم ده، يعد الإيد اللي أحسنت إليه مع إن لحم اكتفه من خيرك. والشخصيات دي بتعمل كده عشان تداري على فشلها وضعفها، وغالبا بيكون عندها إحساس بالنقص ما بتعوضوش غير بالزنب والفتن والضرب تحت الحزام. بذمتكم ده تقولوا له إيه وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.